إن شاء الله راح نتكلم عن درس مهم جدا بخصوص القرحة المعدية. عند وصول الطعام إلى المعدة من المريء تسترخي العضلات الممتدة في أعلى المعدة للسماح يعني للسماح لها بالدخول، وتؤدي المعدة وظيفتين أساسيتين، فهي تواصل معالجة الطعام وتحويلها إلى أجزاء أصغر وإفراز حمض الهيدروكلوريد الذي يعمل على قتل البكتيريا المؤذية يعني والقاتلة للجسم. طبعا تقتل البكتيريا المؤذية التي يعني نبتلعها مع الطعام. كذلك تقوم المعدة بوظيفة تخزين الطعام وإيصاله تدريجيا إلى الأمعاء الدقيقة. وأيضا يشتكي الكثيرون في منطقة في هذه المنطقة تقريبا من قرحة المعدة، وأيضا قرحة أخرى اسمها قرحة الاثنى عشر. طبعا هذه القرحتين معروفتين عند في الطب باسم القرحة الهضمية. أيضا أما قرحة الاثنى عشر وهي الأكثر شيوعا، فهي غالبا يعني ما تصيب المرضى بين سن تقريبا 30 سنة إلى 50 سنة، وهي تقريبا يعني تكون في الرجال أكثر من النساء. وفي أيضا بحوث تثبت أن في نسبة بسيطة من النساء تصاب بهذا المرض. أيضا من الضروري معرفة أن قرحة المعدة غالبا ما تصيب المرضى أيضا بعد سن تقريبا 60 سنة، أما قرحة الاثنى عشر تصيب بين تقريبا 30 إلى 50 سنة. أما القرحة بشكل عام داخل المعدة تصيب كبار السن اللي أعمارهم تقريبا توصل 60 سنة. وأيضا ممكن تصيب النساء أكثر من الرجال في قرحة المعدة العامة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.